وشو رسالتك لأولادك؟ أنت عندك ثلاث أولاد، شو بدك توجهي الرسالة لإلهم؟ بسألوني مرات أولادي بقولوا لي مرات إحنا منفهمش ليش الله سمح، في عندهم أسئلة لإلي صعبة، مرات أسئلة صعبة بقولوا لي ليش الرب سمح إنك أنت تمرضي بالسرطان؟ ليش سمح إنه تنقطع إجرك؟ أنا رسالتي لإلهم بقولهم مش دايماً نفهم الله، حتى لو ما فهمنا أنا بدي إياكم تضلكوا ملزقين في الله. صلاتي كأم حقيقي دايماً بقول له يا رب شو ما صار فيه حتى لو متت أرجوك يا رب اجذب أولادي نحوك، لأنه أنا المختبرته المعونة وخفف عني كل هذا، اختبرت إنه كل الناس بتمرض، يعني الكل بمرض، بس يوم ما أنت يكون عندك علاقة مع الله نوعية الحياة بتختلف، أسلوب حياتك مختلف. فأنا عشان بدي الخير لأولادي بقولهم التصقوا في الرب ما تبعدوا.